انتظمت الامتحانات بجامعة الأزهر بمختلف كلياتها بعد توافد العديد من الطلاب وسط تكتلات أمنية من قبل قوات الشرطة عند بوابة الجامعة بنين الرئيسية المطلة على شارع الأوتوستراد وبوابة كلية التربية، كما تواجدت قوات أمنية بشكل مكثف بالقرب من المدينة الجامعية بنين عند قسم شرطة مدينة نصر ثاني. وفي فرع جامعة الأزهر بنات تواجد العديد من أولياء الأمور أمام باب الكلية المطل على شارع يوسف عباس، حيث أغلقت الشرطة الطريق أمام حركة السيارات من وإلى شارع يوسف عباس بعد تردد أنباء عن قيام طالبات ينتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي بعمل تجمعات للخروج للتظاهر، فيما تسير الامتحانات بشكل هادئ في 16 كلية بينما تستقبل لجان 9 كليات طلابها لأداء الامتحانات في الفترة المسائية. ولمزيد من التفاصيل وتوضيح الصورة والاطمئنان على سير عملية الامتحانات بينضم لي على الهاتف الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك يا دكتور معنا في الحال الآن. أهلا أستاذ كمال، إزي حضرتك؟ طمنا يا فندم على الامتحانات الموجودة في جامعة الأزهر الآن. الامتحانات الحمد لله اليوم مرت بهدوء، كانت الأولى وتم طبعا الحمد لله الامتحانات كانت مستقرة ومنتظمة في على القطاعات الثلاث، وبرضك أيضا بدأت المرحلة الثانية أو الفترة الثانية التي بدأت في بعض الكليات من الواحدة وفي بعض الكليات الأخرى بدأت من الواحدة والنصف، والتجارة سوف تبدأ بعد ساعة إلا ربع من شاء الله، والأمور هادئة ومستقرة والحمد لله. طيب يا فندم، يعني الدكتور أحمد، يعني في خبر تاني معنا من جامعة الأزهر أيضا، حيث نشر طلاب ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي بجامعة الأزهر بوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هددوا خلاله الدكتور توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا باختطاف بناته. تضمن البوستر نشر صور إحدى الطالبات المحبوسات من تنظيم الإخوان أثناء القبض عليها وصورة للدكتور توفيق وصورتين لبناته، كتب عليها رسالة لنائب رئيس الجامعة أفرج عن الطالبات وإلا بناتك يا توفيق، في تهديد صريح لنائب رئيس الجامعة. شايف هذا الخبر إزاي يا فندم؟ الخبر ده أنا يعني برسله إلى الجهات المعنية في الدولة، إلى رئيس الدولة، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الداخلية، إلى وزير الدفاع. ما ذنب أستاذ الجامعة الذي يؤدي عمله على أكمل وجه؟ هل ذكرت أستاذ الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أن طبعا يعني يهدد في نفسه وفي أولاده؟ يعني هذا كيف يعمل الأستاذ الجامعة في ظل هذا الجو الإرهابي؟ طبعا هذا طبعا لا يليق، ولذلك احنا طبعا الأستاذ رئيس الجامعة والنواب طبعا تقدمنا ببلاغات طبعا لأننا كلنا مستهدفين طبعا وإلى الجهات المعنية، ووصل الأمر طبعا إلى الجهات المسؤولة في الدولة لكي تنظر فيما حدث لزميلنا الفاضل الأستاذ الدكتور توفيق من تهديد صريح. يا فندم حضرتك قلت لي كلكم مستهدفين. ازاي يا فندم؟ هو اليوم وبعدنا وغدا انا وهكذا، يعني هذا يعني كيف يعني احنا في دولة في ظل قانون، دولة قانون، دولة مؤسسات، يعني احنا لا نعيش في غابة عشان يعني يكون فيها مثل هذا غير طبعا يعني لا يصح بأي حالة من الأحوال. طيب حضرتك شخصيا يا فندم هل جت لحضرتك أي رسائل تهديد يعني كما أتت للدكتور توفيق نور الدين؟ يمكن الرسائل الواحد بيتكلم عليها، إنما لما تيجي على الفيسبوك طبعا ويراها الناس كلها على مستوى العالم، طبعا هذا لا يليق بطالب في جامعة الأزهر أو في جامعة، ليست في جامعة أو في أي جامعة أخرى، يعني لما يقوم بتهديد أستاذ وبناته طبعا بهذا الشكل. فهذه شيء أنا بوجهه للمسؤولين في الدولة لكي يعني يقوموا يعني بما هو يعني على عاتق اتجاه أستاذ الجامعة وما يتعرض له من طبعا تهديدات. يعني طيب دكتور أحمد، في الفترة الماضية زادت أعمال العنف في جامعة الأزهر، زاد حرق الكليات والمباني الإدارية، ضرب الأمن الإداري الموجود، وأيضا هدد الأساتذة وعمداء الكليات. شايف ده ممكن، وفي الآخر طبعا تهديد صريح لبنات الدكتور توفيق نور الدين وبعض الأساتذة، شايف ده هيثنيكم عن دوركم وعن أداء الامتحانات ولا لا؟ هذا لن يثنينا، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. احنا نكون فاحنا مقتنعين، احنا نقوم بعملنا بوجه الله سبحانه وتعالى،
والعمل الذي نقوم به ليس فيه تعسف او ظلم لاحد للمسلمين، ولكن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا فندم. ايضا يوم الجمعه الماضي اول امس كان في حرق يعني مبنى اداري داخل جامعه الازهر. يوم الجمعه هو يوم بالتاكيد طبيعي انه اجازه. نعم. يعني نعم. ازاي دخل الطلاب وازاي ما كانش فيه يعني تواجد امني يمنعهم او يردعهم من حرق هذا المبنى؟ حضرتك عارف اليوم الجمعه دي يوم يعني فيه اشاده الامن طبعا لنتيجه التحركات التي تجرى على مستوى القاهره وغيرها من المحافظات الاخرى، ولكن هم طبعا دخلوا من ناحيه المدينه الجامعيه، قاموا طبعا بنقض السور بين المدينه وكليه الزراعه، وتسللوا طبعا مجموعات، وثم بعد ذلك تم كسر الزجاج ورمي البلوتوف داخل المكاتب. فطبعا الدخان ظهر مره واحده الامر بالدخان، فهذا يعني عباره عن تسلل، يعني ما كانش الامر مرئي وظاهر للامن، ولكن طبعا يعني هذا عمل لا يليق ابدا باي حال من الاحوال بطلاب ينتمون لجامعه الازهر ان يقومون بمثل هذه الاعمال طبعا التي لا تمت باي صله لطالب الجامعه او للعمليات التعليميه. انا بتمنى لك بالتاكيد السلامه، وكل الاساتذه اساتذه جامعه الازهر واسرهم بتمنى لكم السلامه، وبشكرك شكرا جزيلا. الدكتور احمد حسني نائب رئيس جامعه الازهر.